جنوب الخليل إلى شمالها فعاليات عدة نظمت بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، حيث عملت مديريات التربية والتعليم في المحافظة على تنظيم فعاليات مساندة للأسرى. يوم من محافظة الخليل نقول أيضا أن يوم الأسير الفلسطيني الذي يعتبر مظلة لكل إنسان وطني وكل إنسان حر وشريف ما زال يعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ما زال يعمل من أجل إعلاء صوت الأسرى الفلسطينيين المظلومين والمقهورين داخل سجون الاحتلال، هي أيضا رسالة للمحتل، هي رسالة للمحتل بأنه أبناء شعبنا الفلسطيني لم يتركوا أبنائهم ليكونوا عبارة عن فريسة سهلة بين أيدي السجان وزمرة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تستهدف أسرانا. المنهاج الفلسطيني هو منهاج يؤسس إلى الحالة الوطنية والحالة الأخلاقية والحالة الدينية لدى أبنائنا الطلبة، فالأسرى هم جزء من المجتمع الفلسطيني ولا يمكن أن يكونوا خارج إطار هذا المجتمع، فهم أساس من أساسات هذه الحياة، وكذلك الجرحى وكل ما يمت على القضية الفلسطينية بشيء. أسرانا في سجون الاحتلال هم أبناؤنا، هم أهلنا، هم إخواننا، لا يبتعدون عنا بأي شيء، وبالتالي ذكرهم ستبقى في أذهاننا وفي أذهان أبنائنا وفي أذهان الجميع، وسيبقى يوم الأسير الفلسطيني يوما فلسطينيا بامتياز في كل الأزمنة وفي كل الأوقات. وفي وسط مدينة الخليل نظم نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجان أهالي الأسرى هذه الوقفة على دوار ابن رشد، والتي طالبوا فيها بالحرية للأسرى والتدخل السريع لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة الذي باتت حالته الصحية خطيرة جدا. هذا العام عام 2023 كان عام الإجرام الطبي بحق أسرانا الأبطال في ظل قرارات إيتمار بن غفير من ضمنها قانون الحرمان الطبي وقانون الإعدام، لذلك نحن نتخوف الآن على حياة الأسرى المرضى في ظل صمت دولي مريب، وهي دعوة لفعاليات مساندة تمتد على كافة محافظات الوطن انتصارا ودعما لهم. هذه الوقفات والفعاليات لها الأثر الكبير في نفوس الأسرى، كونها تؤكد أن أبناء شعبنا ملتفون حولهم وأن قضيتهم تغرس في عقول الأطفال منذ صغرهم. من الخليل محمود فراش، تلفزيون فلسطين.